نذهب إلى هذا الموضوع الذي يهم كل أم ربما وكل أب. مع العودة للمدارس يعتبر تناول الخضروات والفواكه ضروري لنظامنا الغذائي أو نظام أطفالنا أيضا الغذائي ليكون متوازن أكثر، حيث أن تناول الأطفال لهم بشكل منتظم يساعدهم على الحصول على حاجاتهم من المغذيات والعناصر الغذائية وتساعدهم في الوقاية من الأمراض. دعونا نتحدث أكثر عن هذا الموضوع مع اختصاصية التغذية سهام عيسى. وسهام صباح الخير. صباح النور، كيفك أهلا. اليوم؟ الحمد لله تمام. يعني سهام، موضوع الخضار والفواكه، يعني الكثير من الأطفال مع هيك مع وجود يعني أنواع الأغذية المختلفة والحلويات والسكاكر المختلفة، يعني ما بحبوا كثير الخضار والفواكه. كيف نقدر نشجعهم اليوم أكثر لأنه يكون معهم يعني هذه العناصر الغذائية المفيدة؟ أكيد فعلاً، أنه هي يمكن من أكثر التحديات اللي بتواجهها أي أم، أنه كيف تخلي الأولاد أنه يتناول الخضار والفواكه، خاصة اللي بتحط لهم إياهم بعلبة الغداء أو علبة المدرسة. فممكن أنه هيك إحنا دائماً لما نكون أنه عم بنوضب شنطة الغداء، أنه بنكون عم بنفكر بالأشياء اللي بتكون مثلاً سهل أنه إحنا نتناولها، نعم. مثل السندويتشات. فممكن ما نحصل على القدر الكافي من الخضار والفواكه اللي احنا بنحتاجه، فقط مثلا انه هيك من الساندويتشات او مثلا من السناكس اللي بتكون ممكن انه هيك ما بتحتوي على اي خضار وفواكه. نعم. فاكيد انه احنا طبعا لازم انه هيك نحاول ندخل الطفل في هاي الاختيارات. يعني ممكن انه نجلس مع بعض انه مره بالاسبوع لحتى نضع القائمه اللي مثلا انه هو بيحب يتناولها خلال الأسبوع، ونوضب مثلا أنه هيك شنطة الغداء. طبعا أنه هيك إذا كان الطفل هو يعني أنه عم يكون أنه عم بيشارك في توضيب وجبة الغداء تبعه، فأكيد أنه هذا الشيء بيشجعه يمكن أنه يصير يتناول الأشياء اللي هو أنه هيك وضعها في العلبة. نعم. كمان ممكن مثلا أنه هيك مرة بالأسبوع أنه هيك نخليه يتناول أنه نوع من الخضار أو نوع من الفواكه اللي بيكون مثلا انه هيك ما بيتناولوا بالعاده. ممكن يجرب مثلا انه فواكه استوائيه، او مثل في عنا احنا هون مثلا في عنا الدراجون فروت، اوكي، ف او فاكهه التنين يعني. نعم. فمثلا انه كمان ممكن انه هيك يعني نخلي يعني ممكن نشجع الطفل الطفل على انه يقبل على مثل هذه يعني العناصر الغذائيه من خلال شكلها، من خلال طريقه صح. كمان اكيد يعني وضعها، مشاركته ربما لنا يعني بتحضير وجباته صحيح. الغذائيه. أكيد شو فوائد الخضار والفواكه لكل ام واب يسمعونا اليوم وبيعتقدوا انه انا والله ممكن انه يعني اشوف انا شو اطفالي بحبوا احط لهم اكثر من ما هو، شو الفائده اللي لازم انه ياخذوها؟ أكيد. هلا الخضار والفواكه طبعا أنه فوائدها أنه هي بتحتوي على مجموعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن، وغالبا أنه إحنا ممكن ما بنحصل عليها في عناصر أخرى من الطعام، مثلا مثل الأشياء اللحوم أو مثلا أنه هيك بعض النشويات. فأنه فعلا أنه هي بتكون يعني مليئة بالفيتامينات اللي بيحتاجها أنه هيك الطفل للنمو، لحتى أنه هيك يعني يقوم بوظائفه اليومية، وبتأثر أكيد أنه هيك على أداؤه يعني أو أداؤه الفكري. وهل إلها آثار جانبية؟ الخضار لا. نعم. والفواكه يعني لا. إذا مثلا كانت هي العناصر الأساسية اللي ممكن أنه طفلنا يعتمد عليها بشكل أساسي، ما إلها أي آثار جانبية؟ ما إلها أي آثار جانبية، بس أكيد طبعا أنه لازم يكون أنه هيك الغذاء متوازن أنه متنوع، يعني ما نعتمد أنه على نوع فقط من الأطعمة. نعم. ما نعتمد على نوع واحد أنه كمان من الخضرة والفواكه. لازم يكونوا الألوان أنه هيك متنوعين. فإحنا ممكن دائما نشجعهم أنه بدك تحاول تاخذ الألوان اللي كلها موجودة بقوس قزح مثلا، لحتى أنه هيك نشجعه في أنه هيك أنه يختار أصناف مختلفة من الخضرة والفواكه، وما نركز على نوع معين. يعني نعم. الأطفال مثلا أنه هيك أحيانا إذا بيشوفوا شيء أخضر بالأكل ما بيقول لك لا ما بدي أكل لأنه فيه شيء أخضر. نعم. فإحنا لازم نشجعهم أنه هيك كيف يأكلوا هاي الأشياء، أو حتى ندخلها من ضمن أكلهم لحتى يتعودوا عليها. طيب اليوم يعني ربما من الأشياء هيك اللي ممكن تكون مزعجة بالنسبة للطفل، إنه إذا قطعتي له تفاحة أو قطعتي له نوع من الفواكه
طريقة الحفظ مرات بيكون فيها هيك يعني بيوصل على المدرسة يمكن بيغمق أكثر اللون، بيقول إنه غير عن التفاحة اللي بتقطعي لي إياها بالبيت، هل هناك طريقة معينة بتضمن لي إنه أحفظ هذه الأنواع من الأطعمة لوقت أطول؟ أكيد طبعاً إنه هيك سلامة حفظ الأطعمة أو وجبة الغداء مهمة جداً 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 لحتى نتفادى أنه أكيد أنه هيك الإصابة بمثلاً تسممات غذائية. فمثلاً في عنا إحنا هلا اليوم في مثل علبة غداء أو لانش بوكس، طبعاً مثل ما بنشوف أنه هي نوع من الـ 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 يعني أنه هيك تحفظ الحرارة، اللي مدعمة بتحفظ من الحرارة الداخل. فعلاً. إحنا مثلاً أنه هلا داخلها أول شيء حطيناه في عنا هاي احنا بنسميها اللي هي عبوة التجميد. اوكي، فعبوة التجميد مثلا انه هاي بتحفظ الحرارة، طبعا بنحتفظ فيها بالفريزر، وبتكون يعني انه هيك مجمدة وبتحافظ. خليني اشوفها، انا هاي جديدة علي يعني ما كنت عارفتها ابدا من قبل. وبتحافظ انه هيك على درجة الحرارة انه هيك بالعلبة، فهي ضروري انه تكون موجودة. حلو. اذا ما كانت متوفرة ممكن نحط انه مثلا انه قنينه مي مجمده يعني انه هيك او نوع من الثلج لحتى نحفظ درجه الحراره. فاذا كنا مثلا احنا هلا في هاي العلبه عندنا في عندنا مثلا انه حاطين ساندويتش او الراب، طبعا الراب انه هيك يعني ممكن تعتبر طريقه جيده انه نكون عم بنحط انه فيها خضار لانه الطفل ما فيه يشوف كثير المكونات اللي داخلها. طيب، وفي عندي كمان انه طبعا لازم انه هيك مع العلبه انه نحط انه اي اصناف من السناكس اللي تكون صحيه. حلو. فمثلا والعلب الصغيره بحبوها الاولاد، بحسوا في عجقه. اكيد ايه. فمثلا انه هون احنا حطينا انه هيك التوت الازرق او البلو بيري. وكمان حطينا انه هيك خضار مثلا مقطعه مثل الجزر والخيار. بالاضافه الى مثلا انه هيك تغميسه الحمص. اوكي، حلو. فانه هاي مثلا انه ممكن تشجع الطفل انه يكون انه عم يتسلى او حتى انه هيك يشارك اصحابه في هذا السناك او الاكل اللي عم ياكله. طبعا انه هي هي طريقه حفظ الاكل السليمه اذا كان الاكل مثلا انه هيك بارد، بس اذا كان انه عم بنقدم له اي شيء سخن وطبعا انه ممكن ما يتوفر له مكان للتسخين ممكن نحفظها بالعلب اللي تكون تحفظ درجة الحرارة. أنه هيك ساخنة يعني مثل يعني بفضل أنه الترمس. تتسخن قبل ما يروح على المدرسة وتنحفظ يعني بدرجة لتكون محفوظة بدرجة بالزبط. حرارة شوي. أكيد يعني. أي فيعني طيب شو عم تقدمي لنا هون؟ يعني نحن اليوم عم نلاقي أنه في هذا النوع من لا هذا؟ نعم. أي فمثلا في عندك طريقة كتير سهلة أنه هيك يعني تخلي الطفل أنه يتناول يمكن أنه هيك الخضار أنه بطريقة سهلة، هي انه اعتقد هي وصفه فيتناميه اللي هي عباره عن مثل السبرينج رولز. اوكي، ممكن نحط فيها اي نوع سلطه، يعني احنا هون حطينا خضار مقطعه مثل مثلا انه هيك الجزر، الخيار، الفلفل الالوان، ممكن حتى الكرافس، حتى حطينا انه هيك فيها اوراق من الخس انه هيك الصغير. انا حبيت انه هيك ضيف انه شويه ربيان انه لحتى بس انه هيك نضيف نوع من البروتين بس. نعم. يعني ممكن نستخدم كمان اي نوع من البروتين. اي البروتينة. نوع اخر. نعم. فانه هيك حطينا جنبها انه هيك تغميزه زبده الفول السوداني كمان. ممكن الطفل انه هيك تساعده انه يتناول الخضره كانه عم ياكل سلطه بس بطريقه كثير سهله وجديده. مع يعني زبده الفول السوداني يعني كمان يعني عم تنوعي اكثر العناصر الغذائيه. أكيد. كيف بتعمليها يعني؟ خلينا هيك نفرج الاهل. انت هاي اللي مثل السبرينج رولز اللي هي شو هي عباره عن شو؟ هلا هاي السبرينج رولز عباره في عنا اوراق احنا شوفوا بنشوفها انه هيك شفافه. نعم. من وين بنجيبها؟ من محل البقاله العادي. ايه. من محل البقاله عاده بيكون انه هيك في القسم الاكلات الاسيويه. فهو انه هذا النوع من الاوراق انه بيسموه ورق الارز. فقط انه هيك بننقعه بالمي لمده مي فاتره لمده 10 دقائق. بيصير طري، فانه هيك يعني واحنا ممكن نحط فيه الخضار ونلفه بس بطريقه سريعه. وبعدين انه بيصير في عنا بهذا الشكل. وطعمته كيف؟ محايده يعني او له ما له طعم؟ يعني تقريبا انه هذا ما له طعم، فهو فعليا احنا بنستطعم اكثر شيء الخضره. وقد ايه فيه سعرات حراريه يعني اذا شخص؟ سعراته جدا قليله. قليل. يعني انه ايه فعلا لانه هي كثير يعني انه هيك ورقه كثير رقيقه يعني. نعم. فالسعرات الحراريه جدا قليله، فعليا احنا السعرات الحراريه اللي عم ناخذها بتكون من الخضره او بنكون انه حتى عم نستطعم انه هيك الخضار. نعم. فهي طريقه سهله جدا لحتى نضيف يمكن انه هيك نوع من السلطات او من الخضره ل يعني لوجبه الغداء. نعم. في عندي كمان انه هيك طبعا اذا بنكون انه عم بنقطع الخضار والفواكه بطريقه شوي انه هيك مبتكره ممكن تساعدهم انه ياكلوا الفواكه اكثر، او مثلا انه في هون عندنا
احنا حطينا مثلا انه انواع مختلفه من الفواكه مع قطع من الجبنه. أها طبعا معظم الاطفال انه هيك بيحبوا الجبنه، أها فممكن هاي طريقه كمان تساعدهم انه يعني يصيروا يتنوع ياكلوا. بالضبط، طعامهم. هون اكيد. عم نشوف كمان عاملة مثل نوع من السلطات، هل يعني صحي إنه نحط لهم سلطات على المدرسة؟ أكيد إذا كنا عم نحفظ الأكل بطريقة سليمة صحية. ومع التبريد، أها أكيد أنه ممكن أنه هيك نعطيهم سلطات. وأنا هون ضفت مثلا أنه هيك سلطة المعكرونة. سلطة المعكرونة ممكن تعتبر كوجبة متكاملة، وفي نفس الوقت أنه هيك بتشبع الطفل، فيعني أنه هيك وطريقة سهلة أنه لندخل أنه هيك خضار. نعم طبعا أنه إذا ما كانت أنه بتحتوي على أنه هيك، الأفضل أنه ما نضيف أنه أي نوع من اللحوم لحتى ما تحتاج انه هيك الى تسخين، نعم بينما اذا كانت انه بتحتوي على لحوم اكيد لازم نسخنها او نحتفظ فيها ساخنه. كمان في عندك انه هيك السموذيز، او مثلا انه ممكن نجيب الزبادي اللي احنا بنمزجه مع الفواكه الفريش، حلو ما بيكون انه هيك الجاهزه اللي ممزوج. بتكون. ايوه فعلا، لانه هي غالبا بتحتوي على كميه عاليه من السكر. أها يعني حلو، يعني بدي أشكرك جزيل الشكر على هالأفكار، أنا صراحة كثير استفدت منها، نتمنى أنه مشاهدينا يكونوا أيضا استفادوا منها. شكرا جزيلا لك اختصاصية عفوا التغذية سهام عيسى على كل هالمعلومات القيمة، شكرا لك. عفوا.